مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي. انا افنان. اليوم رح نحضر الحواوشي المصري او ما بسموه العرايس، لكن هنحضره بعجين. عجين كتير سهلة وكتير بسيطة. بتمنى يعجبكم فيديو اليوم وبتمنى لكم فرجة ممتعة. وخلونا يلا نبلش. لتحضير العجينة هنحتاج 2 كوب طحين، 2 معلقة حليب بودرة، 2 معلقة سكر، 2 معلقة ملح، 1/4 كوب زيت، 2 معلقة خميرة فورية، 3/4 كوب مية دافية. أما للحشوة هنحتاج 1/2 كيلو لحمة مفرومة، حبة طماطم، حبة بصل، حبة فليفلة، بقدونس مفروم ناعم، 2 معلقة كمون، 2 معلقة بابريكا، 2 معلقة بهار طبعا اختياري، وملح وفلفل أسود حسب الرغبة. أول شي هنبلش بتحضير العجينة. هنضيف المواد الجافة على بعض اللي هو الطحين والحليب البودرة والسكر والملح، طبعا هنضيف الزيت النباتي والخميرة. الخميرة اختياري، ممكن تحطوها على طول أو ممكن تخمروها وبعد هيك تستخدموها، مش هتفرق كتير. وهنضيف الزيت النباتي والمية ونبلش نعجنها. هنعجنها لحوالي 10 دقايق لغاية ما تصير معنا العجينة ملسة وما بتلزق. هنجيب طبق ولا اي شي رح نحط فيه العجينة. قبل هيك رح نحط ان هو الزيت نباتي قبل ما نحط العجينة. بعد هيك هنحط العجينة ونغطيها ونتركها في مكان دافي لغاية ما تتخمر. هتاخد حوالي 1/2 ساعة، هنخليها تتخمر لمدة 1/2 ساعة. نبلش بتحضير الحشوة. عنا اللحمة المفرومة، هنضيف لها البصل والطماطم والفليفلة، كمان إذا بتحبوها حارة ممكن تضيفوا الفلفل الحراق. كمان هنضيف لها البقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكمون، طبعا البهارات حسب الرغبة. أنا ضفت إن هي البابريكا والكمون وبهارات السبعة، وضفت لها 2 معلقة من الثوم البودرة والملح، وهخلطهم كتير منيح مع بعض لغاية ما يندمجوا بشكل منيح. وهيك صارت معنا حشوة الحواوشي جاهزة. هذا العجين بعد ما خمر راح نقطعه. بعدين راح نفرد العجين، نصه هنفرده كبير ونصه هنفرده صغير. الإطارة الكبيرة بخليها تحت والصغيرة بحطها فوق. هتشوفوا كمان شوية كيف راح أعمل. هاي الإطعمة الكبيرة راح أفرد عليها اللحمة. طبعا بدنا تكون طبقة رقيقة وطبقة خفيفة صغيرة من اللحمة، ما راح نوصلها للأطراف بس في النص. بعد هيك راح نجيب قطعة العجين الصغيرة، تكون أصغر من الكبيرة هاي بشوي، وهنحطها في النص فوق اللحمة. ونبدأ نسكر العجين على اللحمة عشان ما يفرط معنا أثناء الخبز. هنبدأ نوجهها بالزيت. هندخلها الفرن تنخبز على حرارة 200 درجة لغاية ما تتحمر من فوق. وهذا شكلها بعد ما تحمرت. قدموها زي ما هي أو قطعوها وبالعافية عليكم. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. شكرا للمتابعة، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.